أحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أجمل تحية مشاهدينا معشاق كرة القدم في كل مكان، الفرق العربية المغاربية التي تحبونها. لا شك أن نادي الرجاء البيضاوي، النادي الشهير بلونيه الأخضر والأبيض في طليعة هذه الفرق. اليوم الرجاء البيضاوي الفارس الأخضر أو النسر الأخضر في العاصمة الاقتصادية المغربية كازابلانكا يستضيف فريق فيتا كلوب، الفريق الذي يأتي من الكونغو الديمقراطية، وهما فريقان من فرق المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا في النسخة 56 من عمر هذه البطولة، البطولة الأهم ليتمكن من تحقيق بطولة عربية وبطولة أفريقية. الرجاء حاضر بأسمائه الكبيرة، هناك بعض الأسماء التي طبعا لا نشاهدها، ولكن أكيد كما قلنا الرجاء دائما كبير. الرجاء يتكون من بقيادة المدرب جمال السليمي، أنس الزنيتي رقم 4، سند الورفلي لبداية المباراة يلعبها طبعا عبد الرحيم، يلعبها والرأسية والهدف، هدف للرجاء، هدف للرجاء من المتخصص بالتسجيل في شباك فيتا كلوب، في شباك الكونغوليين. الكرة رفعها سفيان رحيمي على يسار الحكم في شباك فيتا كلوب، يسجل الرجاء وسط فرحة أنصاره. هدف من بادر بانون الذي سجل الهدف. نعم، قلب الدفاع إذا سفيان رحيمي، سبحان الله، وكأنهما يمتلكان نفس الطول، لكن بدر بانون، الله، نعم بدر بانون صاحب الهدف. بدر الرجاء هو الذي يسجل الرجاء. كرة طويلة طبعا. اليوم في مباراة تأهل فريقان عربيان بشكل رسمي، الترجي والرهال، وتبقى المجموعة الثانية التي ستحسم هذه الليلة، المجموعة اللي فيها طبعا فريق الرجاء إذا كان في أوجه، إذا كان في حالة نفسية ممتازة يستطيع أن يقدم الكرة الجميلة. بالفعل هناك تشابه بينهما، لكن الهدف الجميل من الكرة اللي حولها عبد الرحيم شاكر وأسكنها برأسه في المروي في التفوهات الخاصة به. هذه كرة طويلة داخل منطقة الجزاء، أنس الزنيتي الحارس الأمين اللي من جهة اليسار، تعود يحاول فريق الرجاء وتسديدة من بعيد يجرب حظه بتسديدة. سفيان رحيمي يسدد، من شر أن الرجاء يؤدي واجبه ويريد أن يفوز، ولكن المنافس ليس بالمنافس السهل. كرة يقطع الدفاع، تر كازابلانكا يتقدم بهدف، هدف جميل وملعوب. الجماهير سعيدة لأن المباريات التي تأجلت لفريق الرجاء. هذه كرة عرضية داخل منطقة، نعم، لما الرجاء كان هو طبعا وصيف بطل العالم، لما كان وصيف بطل العالم 2013 أيام المدرب فوزي البنزرتي التونسي. تسديد، ترتد الكرة، ترتد انقطعت، يلا ثاني وضعت أكد مين هو. نعم رقم 30 أيوب، لكن عمل له إياها سفيان رحيمي، خلص أنت أعمل الفينيشينج. إذن 1-0، هذا هو الهدف. للخلف لو كان قريب من المدافعين كان ممكن يشتركوا، لكن هو تراجع. ركنيات أظهرت خطورة فريق الرجاء، وكرة تترك وتتحول. وبوندو الحكم من بوتسوانا، هذا الحكم الذي أدار مباراة النجم، أن يلعبوا ويتألقوا تحت الضغوط كما حصل مباراة الريمونتادا أمام الوداد. وتسديدة لحرة، كرة عالية تمر لكن تصل للاعب وامبا. الكرة العرضية في منتهى الخطورة، الله، تستطيع أن تضع كل ثقتك به بأداء الرائع، بحضوره، بيقظته، ما شاء الله، حراسة مثالية لمنطقة الجزاء. مقطوع من الدفاع، في تحسن كونغولي، ولكن الزنيتي موجود، طلعها باليمين، أطلقها باليمين وعلى يسار الحارس، ليست بالكرة الصعبة أبدا. لكن آخر 5 دقائق بدأت هناك بوادر تحسن بأداء فريق فيتا، صار يهدد، صار يسدد على مرمى الإفريقية والبطولة العربية. والرحيمي، هاي الكرة الأخيرة اللي سددها طبعا مالونغو أو مالانغوتين، وكان طبعا وصيف بطل الحاول. هذه كرة عرضية، ولكن أنس، لكن قبل أن يصل على التمريرة حلوة، يلا 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 العرضية. محسن 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 يا محسن
يعني محسن قال لك أكسب فاول، لكن هذه فيها خطورة. كرة تصل لفريق الرجاء الباحث عن التعزيز، وكرة أمامية حلوة، يلا يلا بالعرض، يلا للفريق وبالنسبة لترتيبه. وهذه كرة العرضية، الكرة بدر ركنية عالية، بدر بانون كان متحفز لكن كانت الرقابة بعد أن اعتبر بطلا للنسخة الأخيرة، وأيضا الرجاء المغربي وهافيا 30 مرة مقابل 24 مرة للفرق الإفريقية الأخرى. كرة تحولت إلى ركنية، شكلهم يبعث على السرور والله بطريقة تشجيعهم. جماهير بالمناسبة صار العالم كله يتحدث عند اللاعب، طبعا اللاعب اللي يتقدم أيوب نناح، ترتد الكرة تصل من كمل الهجمة في على طبعا على مش لصالح ولصالح الفريق المنافس في ملاورت، لصالح فريق الرجاء، يعني اللاعب الكونغولي هو اللي أبعدها. أكيد لاعبو فيتا كلوب لا ينسوا كاب محمد الخامس، يعني حقيقة الملعب الساعة الرسمية له. كرة فاول على فريق فيتا على جهة اليسار لفريق هو سفيان رحيمي، وسدد متولي، اعتقد التسديد من خارج منطقة الجزاء يكون فعالا. شكل جميل والكرة العرضية من اللاعب زريدة داخل منطقة الجزاء الى نناح، نناح ينطلق حلوة حلوة، يلا الثاني يلا الثاني يلا الثاني يلا الثاني يا اخي بالعرض مرر صح، مش معقول، ليست مجالا للشك. والكرة العرضية تغير سيرها وعند نيلسون الحارس الكاميرون، لاعب من اللاعبين الشباب الذين انضموا طبعا للفريق الاول. امتاع الجمهور، هذا هدف هدف يعني مهم جدا، وتسجيل المزيد من الاهداف وانهاء مالونغو، وبالفعل كانت صفقه حتى الان تؤكد انه الرجاء كسب هدافا. اذا يسجل المزيد، وكره مرفوعه على جهه اليسار، الكره طالت لم يتحكم بها جيدا الرجاء الذين لا نراهم هذا اليوم. اللاعب الذي اعطى الشيء الكثير عبد الاله الحفيظي يتقدم فيها محسن، كرة طالت منه، طالت وصلت إلى اللاعب تونومبي اللي بدوره يعيدها إلى حارس صار، ترتد الكرة تصل من جديد للاعبي الرجاء. طبعا كل منافسة شريفة، وكرة عالية مقطوعة بالرأس تتحول من جديد، تصل مرة أخرى إلى اللاعب، هجمة لفريق الرجاء، محسن متولي، انقطعت الكرة. طبعا فريق الرجاء فريق لازال هو الفريق الأكثر سيطرة متقدم، ترتد الكرة من الرجاء أيضا تتشابه بحبها لفريقها مع جماهير سلتيك الاسكتلندي اللي يعتبر من أحسن جماهير. وكرة طويلة ملعوبة عند نيلسون، نيلسون يلعب أمامية، سبع دقائق يلعب كرة أمامية وسط الملعب عند اللاعب اللي دخل كبديل مكهازي، ترتد الكرة زريدة، أيوب نناح، نادي باشكتاش، من باشكتاش عاد إلى الرجاء ولعب أيضا آخر شيء بطولات اللي عزت عليه بالسنوات الأخيرة، بطولة الدوري آخر تتويج بالدوري للرجاء يعود إلى 2000. مقطوعة بالرأس تصل لفريق الرجاء اللي لازال طبعا يسيطر، الفريق يحتفظ بالكرة كثيرا في ملعبه، محسن متولي تقريبا 12 دقيقة على بداية الشوط الثاني. نعم لاعب لنادي المغرب التطواني سابقا، فيها عقود وفيها رواتب وفيها ثواب وفيها عقاب. كرة على جهة اليسار، يلا 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 الثاني يلا الثاني، ولسه قائمة ولسه قائمة ولسه ولي، ما فيش تسلل هنا طبعا، راوغ الحارس حطها في المرمى الخالي لكن الحارس لمسها والحارس رمى بجنس ولا حمراء، ما شاء الله يعني الحضور الجماهيري والتشجيع لما يلعبوا مع بعض. اتفرج اتفرج على واحد ما يعادل جمال ديربي بونس آريس بين بوكا والريفر، الله الله يا سلقف، لماذا في ركنية لفريق الرجاء؟ في إصابة، في إصابة سنة 2000 كان هو ممثل إفريقي، نعم البطولة اللي بدأت 2000 وبعدها توقفت وعادت 2000. بالخلف عند عبد الرحيم شاكر، رجعت عملية الحيازة في المسجد. صلوا 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 على رسول